مهرجان عدن الأول للأفلام القصيرة. بهذه الكلمات وبحضور لافت أعلن عن أول مهرجان سينمائي في عدن، مهرجان عدن للأفلام القصيرة. كحلم طال انتظاره ويأتي في توقيت يراه المنظمون مهما في ظل الأوضاع التي تمر بها البلد وللرسائل التي يتضمنها فن السينما. إرفاد شباب مخرجين بدرجة كفاءة عالية في الإخراج لسوق صناعة الأفلام، بالإضافة أن احنا نحاول بقدر المستطاع إخراج الشباب من دائرة العنف المسيطرة عليهم في الفترات الماضية إلى دائرة السلام. المهرجان المزمع إقامته في منتصف مايو ستستقبل أفلامه لجنة شكلت من محكمين محليين ودوليين شاركوا في هذا الحفل عن بعد. كما تضمن حفل الإشهار عدد من الفقرات الفنية بمشاركة نسائية لأول مرة لتتكامل رسالة الفن. صناعة الأفلام من تأثير كبير في تغيير ثقافة المجتمع، في توصيل ثقافتنا لبقية الشعوب. لعل الكثير من نقاد السينمائيين أخبرونا أنهم بحاجة لمعرفة ثقافة اليمن. صناعة بالمعنى هذا هو مش موجودة، ولكن وموجود مخرجين وموجود أفلام تنتج. ورغم بدائية صناعة السينما في اليمن وفقر الرصيد الإنتاجي في تاريخها، إلا أن المهرجان الذي سيمهد له بورش تدريبية مكثفة يهدف لتطوير هذا الفن في اليمن كأهم الفنون المعبرة عن العصر. مهرجان سينمائي في عدن، اسم أشبه بحلم لكنه على وشك التحقيق بهذا التدشين لمهرجان هو الأول من نوعه. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.